هنختار المسافة، سوف نختار المسافة. وتبدأ من 10 إلى 1000 متر. سوف نختار 100 متر. العمق تبدأ من 10 إلى أيضا 250 متر. سوف نختار العمق 100 متر. الهدف المراد البحث عنه، يوجد المياه الكبريتية والمياه العذبة والمياه المالحة، بس سوف نختار المياه العذبة. على الشاشة الاتجاه نحو الهدف، الإشارة في هذا الاتجاه. نحن نتبع الآن الإشارة الموجودة في الجهاز. نذهب بهذا الاتجاه. ما زالت الإشارة بهذا الاتجاه. كما تلاحظون الآن سوف أنا أقطع الهدف لتحديد الهدف بدقة أكثر. كما تلاحظون الإشارة إلى الخلف نحو مسار الهدف. وأيضا مرة أخرى الآن سوف أقطع الهدف لتحديد الهدف بدقة. كما تلاحظون الإشارة تتجه نحو الهدف مرة أخرى. الهدف ها هو.